في أعقاب الاعتداء على معلم من قبل أحد طلابه في مدرسة كنجرو، أعلن معلمو ولاية البطحاء أنهم سيضربون لمدة 3 أيام. ولهذا حرص والي ولاية البطحاء جمتا بن درغون على مقابلة المسؤولين عن نظام التعليم، مديري المدارس، بعض المعلمين وممثلي أولياء أمور التلاميذ. وتحدث الوالي عن أسباب العنف في المدارس واقترح جملة من الحلول، وقال إن محاربة ومنع العنف في المدارس أمر ملح لأن التعايش السلمي يبدأ في المدرسة، وأضاف أن الأسرة والمدرسة يكملان بعضهما البعض، لذلك يجب على الوالدين تحمل المسؤولية. وفي النقاشات وضع محافظ محافظة البطحاء الغربية صادق إبراهيم إيجا بعض المسؤولين عن قطاع التعليم والمعلمون وأولياء أمور الطلاب أصابعهم على المشكلة. المسائل البحث عندها أسباب والأسباب كثير، من ناحية المعلمين، من ناحية أباء الطلبة، من الطلبة نفسهم. هذا ووفقا للمتداخلين فقد استقال أولياء الأمور من نصيبهم من المسؤولية، ولكن هناك أيضا مدرسون من خلال سلوكهم الودي يفتقدون كل الاحترام ويصبحون عرضة لهجمات طلابهم.